السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض قصة التسامح. تعالوا نشوف مع بعض القصة بتاعتنا بتتكلم عن ايه. انقضى على سفر الجد 3 أسابيع، وما إن سمع الأحفاد طرق الباب حتى جروا ليفتحوا، وأخذوا يحتضنون جدهم ويقبلونه. قال الجد: لاحظت يا عمر أنك لا تتحدث مع مريم، فما السبب؟ قال عمر: كنت أريد مشاهدة مباراة كرة القدم، ولكن مريم غيرت القناة. قالت مريم: كنت أشاهد برنامجا شائقا من قبله، فتشاجرنا، وجاءت أمي وأغلقت التلفزيون، وقالت إنها ستتحدث معنا بعد أن نهدأ. سألهم الجد: وما الذي حدث بعد ذلك؟ فقال زياد: رفض عمر ومريم الاستماع إلى بعضهما فتخاصما. وردت فريدة: نعم، وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التخاصم. ورددت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اعتذر عمر ومريم لبعضهما عما بدر منهما. بدأ الجد يحكي لأحفاده ما حدث في رحلته، وانضمت والدة عمر ومريم إليهما بعد أن أبدت سعادتها لحل المشكلة. احنا كده اتعلمنا من القصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التخاصم، وان التسامح مع الآخرين له أثر طيب، فهو ينشر المحبة والمودة بين الناس. كمان اتعلمنا انه لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق 3 ليال. تعالوا نشوف مع بعض الحديث اللي ورد في القصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. مرة كمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تعالوا نشوف مع بعض معاني المفردات. معنى يهجر: يترك ويخاصم. معنى يهجر: يترك ويخاصم. معنى يعرض: لا يهتم. معنى يعرض: لا يهتم. تعالوا بعد كده نشوف التمرين اللي قدامنا بيقول أكمل. رقم 1: نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقط. الإجابة: التخاصم. رقم 2: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق نقط ليال، فوق إيه؟ 3 ليال. رقم 3: خيرهما من يبدأ نقط. الإجابة: بالسلام. بعد كده ضع علامة صح أو خطأ. رقم 1: نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن التخاصم. الإجابة: صحيحة. رقم 2: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 4 ليال. الإجابة: خاطئة، إحنا قلنا من شوية فوق 3 ليال. رقم 3: خيرهما من يبدأ بالسلام. الإجابة: صحيحة. بعد كده بيقول لي اختر. رقم 1: معنى يهجر: يترك ويخاصم أم يقترب ويصالح. الإجابة: يترك ويخاصم. رقم 2: معنى يعرض: يهتم أو لا يهتم. الإجابة: لا يهتم. رقم 3: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق نقط ليال، 3 أم 4 أم 5. الإجابة: 3. رقم 4: نهانا الرسول
صلى الله عليه وسلم عن نقط الصلح أو التخاصم أو السلام؟ الإجابة التخاصم. بعد كده بيقول لي صل، عندي في العمود الأول رقم 1 نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن، رقم 2 يهجر، رقم 3 لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق، رقم 4 يعرض، رقم 5 خيرهما الذي يبدأ. وعندي في العمود الثاني 3 ليال بالسلام، يترك ويخاصم، التخاصم لا يهتم. تعالوا كده بينا نحل مع بعض. رقم 1 نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن، الإجابة هتكون التخاصم. رقم 2 يهجر، معناه يهجر يترك ويخاصم. رقم 3 لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق، الإجابة 3 ليال. رقم 4 يعرض، معنى يعرض لا يهتم. رقم 5 خيرهما الذي يبدأ، الإجابة هتكون بالسلام. وبكده سنة أولى يكون درسنا انتهى النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.